الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، خالق الخلق ورازقهم فهو الجواد الكريم، وأصلي وأسلم على إمام المتقين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، شرف وعظم وكرم صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا بكم في هذه المناسبة المباركة أن يجمعنا في ظل رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحياكم الله وبياكم، وأسأل المولى عز وجل أن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وفي بداية هذا اللقاء البهيج، أصالة عن نفسي ونيابة عن الحضور الكريم، أتوجه بالتهنئة والتبريك لأخينا بالمولود، فأقول بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهي، بلغت أشدها ورزقت برها. أسأل الله عز وجل أن يجعلها زيادة في الإسلام، وأن يجعلها لحمة للأسرتين، بركة للعائلتين، وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. وحتى لا يجر بساط الوقت من تحت أقدامنا، أبشر أخانا والحضور الكريم ببشارة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلما أتت المرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم تجد عائشة إلا تمرة واحدة في يدها، فأعطتها للمرأة، وكان معها بنتان صغيرتان، ماشي قد هاد الوليد، لا يكون وقل أصغر منه، بنتان صغيرتان. فقسمت التمرة إلى شقين، وعائشة رضي الله تعالى عنها تنظر، فأعطت الشق الأول لإحدى بناتها والشق الثاني للثانية، فتأثرت عائشة رضي الله تعالى عنها لما رأته، تأثرت لحنان الأم وأنها وزعت التمرة إلى نصفين، وتأثرت لأنها كانت عقيم لا تلي رضي الله تعالى عنها، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال: من ابتلي بالبنات، من ابتلي بالبنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. هذه بشارة عظيمة لمن رزقه الله عز وجل البنات، فأحسن إليهن ورباهن واعتنى بهن وأدى واجبات الشرع فيهن، لا الواجبات المادية فقط بل الشرعية، فله ستر من النار تلك البنات. وعند أحمد في مسنده قوله عليه الصلاة والسلام: من عال بنتان أو ثلاث أو أختان أو ثلاث حتى متنا أو ماته كنت أنا وهو كهاتين. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى السبابة والتي تليها، أي أشار إلى الأصبعين القريبين اللذان هما السبابة والتي تليها، وهذا فيه معنى القرب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، الدنو منه دون الوصول إلى مرتبته عليه الصلاة والسلام. إذن البنات الحبيبات اللطيفات الحنان الدفء السؤال، والأب يعرف ذلك جيدا في سؤال البنت ومعرفة ثيابه ومكان الثياب وأين يضع هذه وأين يضع تلك، فلا شك أن العناية بهن والحسن في معاملتهن أجره عظيم عند رب العالمين. إذن
نقول لأخينا كما نقول لأنفسنا، فلنمسك بالنواجذ على تربية البنات، واعتنى الشارع بالبنات أكثر. لماذا؟ لأن البنت مسؤوليات وأكثر وأكبر، خاصة إذا بقيت في البيت والرجل والأب ينتظر زواجها، فمسؤولياته لا تنتهي بالزواج فقط بل تمتد إلى ما بعد ذلك. مسؤولية البنت أكبر من مسؤولية الذكر.